مهلا، خبر جديد. هل أنت مستعد لاستقبال كم من هائل من أخبار اليوتيوبرز؟ أهم الأعمال التي يقومون بها، أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب، من تقديم صاحب القناة إياد. كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تي في. مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. من بعد ما شارك دايلر في فيلم جومانجي القصير اللي كان بمناسبة عرضه بالسينما بدبي مع أحمد ومو فلوكس ونارينز بيوتي، قفز دايلر لإنتاج أكبر، فشارك مؤخرا بفيلم 1 2 3 أكشن اللي راح يعرض قريبا بالسينما، اللي كان من إخراج شادي الرملي والفنانة ميساء مغربي، وشارك فيه الكثير من الفنانين الكبار. فنشر دايلر هاي الصورة اللي تجمعه بالفنانة والممثلة ميساء مغربي، وكتب خلف كواليس فيلم 1 2 3 أكشن مع أطيب قلب، ترقبوني قريبا بالسينما. ونشر صورة ثانية اللي كان يظهر فيها بلوك مختلف عن العادة، وهو الشعر الستريت مو الكيرلي، حيث كتب أنه كل ما يشوف شكله بالفيلم يتذكر أيام سنة 2017. مو بس هيك، فدايلر عم يحضر حاله لخوض تجربة جديدة بالمسرح للمرة الثانية، فهالمرة حتكون بالرياض بمسرحية اليوتيوبر، فبلشت التذاكر تنباع من هلأ. عن شنو؟ ليش قلت لأن خالد وراشد هم اللي خذوا الممري وبعضوا ونشروا الفيديو؟ مو هذا اللي أهلكم ربوكم عليه؟ كل يوم يطقوني بالمدرسة، يوم يحطوني باللوكر، يوم بالزبالة، أنا تعب. والله لو تعطيني فلوس الدنيا كلها ما فرط بولدي حبيبي النوس. 50,000 دينار حقي، تعال بس راس عمك غانم. ايش فيك صاير ثقيل كذي؟ ماكل صامولي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.